السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الفول الاخضر في مرحلة الانتاج، وان شاء الله حنتكلم عن اهم الاسمدة اللي لازم نقوم باضافتها للنبات في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذا الفول الاخضر في مرحلة الانتاج، وطبعا تقريبا بعد مرور 5 أشهر من الزراعة. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم الفول بدأ بالانتاج، لاحظنا منكم طبعا تقريبا اغلب النباتات بدأت في الانتاج، وطبعا التزهير ما زال مستمر. لاحظنا منكم طبعا هذه ازهار كلها حتتحول ثمار، لاحظنا منكم بالشكل هذا. لاحظنا منكم ما شاء الله طبعا هذا شكل الفول. طبعا في المرحلة هذه اهم سماد لازم يتم اضافته للنبات هو السماد البوتاسي. طبعا قوم باضافة اول دفعة من السماد البوتاسي في هذه المرحلة حتى نحجم من الثمار. لاحظنا منكم يعني ان شاء الله حيتم اضافة دفعة من السماد البوتاسي للنبات في هذه المرحلة. طبعا النبات بيحتاج للسماد البوتاسي فقط في هذه المرحلة، ولازم ما نقومش بالتسميد الازوتي او الفسفوري، فقط النبات بيحتاج للسماد البوتاسي. طبعا لو ما عندكش سماد بوتاسي يعني مش ضروري تسمد، فقط حنترك ان شاء الله النبات بالشكل هذا او مثل ما هو، وان شاء الله حنتكلم عن طرق طبيعية حنخلي بها الانتاج يكون كبير الحجم طبعا بدون اسمدة. لاحظنا منكم وان شاء الله حنتابع معاكم الفول الاخضر خطوة خطوة لغاية ان شاء الله الحصاد، وبكامل المعاملات الزراعية لغاية الحصاد. وفي نهاية الحلقة لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوا أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.